السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متصبح لكل اخوتنا حبايبنا في كل مكان. ازيكم يا رجالة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احلى 100 مليون مسا عليكم وعلى كل متابعينا، احلى متابعين في الدنيا. الفيديو مثلا حلقة النهاردة عن الحمام اللي بيموت منك، عن الحمام اللي بيموت منك. يعني مثلا قبل ما نخش في الفيديو، بحب اشكر الناس اللي عايزة تخلي الفيديو طويل. والله ان الفيديو بيبقى قصير عشان خاطر مش عايز حد يزهق مني. تمام، معطلع اقول المعلومة على السريع، كلمة على السريع كده. تمام، مش عايز اطول الفيديو عشان خاطر ايه، في ناس بتزهق من الفيديوهات الطويلة، فاني بختصر الفيديو في 3-4 دقايق عشان خاطر الفيديو ميبقاش طويل، فالناس تزهق، المتابعين يزهقوا، فانا مش عايزين ايه حد يزهق مننا. تمام، كنتوا التعليق بتاعكم ده بيبقى بيبسطنا وعلى دماغنا من فوق. تمام، حلقة النهارده عن الحمام اللي بيموت منك. النتاية مثلا عندك نتاية وزار جامدة، فانت شغلتها. تمام، فالزغلول بتاعها مات وهو صغير كده، وهي في فترة اللبة. تمام، فهي في فترة اللبة ديت طالما الزغلول مات منها، ماشي، فالمعلومة دي محدش هيقول لك عليها، المعلومة ديت محدش هيقول لك عليها. تمام، احيانا من الناس كتير بيموت منهم ايه، الحمام الوزار. بتيجي تبص تلاقي النساء مثلا ماتت منك، او الذكر على حسب ده الفرد، يا الذكر يا النساء. تمام، بيموت من ايه واسبابه ايه واضراره ايه. فاحنا مع بعض هقول لكم المعلومه، ومحدش هيقول لك المعلومه دي بفضل الله، محدش هيقول لك المعلومه دي بفضل الله. يعني احنا مثلا عندنا زغلول طالع كده مثلا زي كده مثلا، تمام، لسه فترة لب، ماشي، يعني حاجة زي كده. تمام، أصغر من كده شوية، أصغر من كده شوية، أصغر من كده شوية. لا قدر الله مات منك وأنت ما عندكش خلفية، وأنت ما عندكش خلفية، لأن النتاية مجهزة اللبة بتاع الزغاليل، مجهزة اللبة بتاع الزغاليل، أو أنت خدت الزغلول منها قطفته وحشت النتاية حطيتها في المستوى بتاع النتاية. تمام، فانت تاخد بالك اما حاجة زي ديت، الزغلول مثلا انت شربت الزغلول او الزغلول مات منك او على حسب، بتاخد النتاية قبل اول حاجة بتاخدها بتديها سنتي فلاجين، سنتي فلاجين. تمام، سنتي فلاجين ده مطهر معوي، ده مطهر معوي بشري، بندي النتاية سنتي فلاجين، لان اللبه اللي فيها دي سموم، اللبه اللي فيها اللي هي مجمعاه دي سموم في قلب الحصيله بتاع ايه النتاية او الذكر، دي لبه. تمام، والاغلب النتاية، والاغلب النتاية عشان النتاية مثلا بتحضر اللبه بتاع الزغلول، فاللبه ده يعني دي تسممات، لو سابت في وسط الحصاله بتاع النتاية وما اتصرفتش دي تسممات تموت منك النتاية في غمضة عين، تموت منك النتاية في غمضة عين. حصلت معايا كذا مرة والحمد لله ربنا بيسترها، وخلاص ربنا بيسترها. فهي هتشيل الزغلول أو الزغلول مات منك وهتشيل النتاية، تديها سنتي فلاجين، لو حتى لو مرة واحدة، لو مرة واحدة، لو مرة واحدة تكفي، حتى يعني المثل زي ما بيقولوا يعني اللعور أحسن من اللعن، اللعور أحسن من إيه، من اللعن. احنا بنديها سنتي، لو انت تديها يومين ورا بعض يبقى كده كتر خيرك قوي، بس انا بقول لك يعني لو مره ابرك من ايه، من انت تسيبها تموت منك، من انت تسيبها تموت منك. المعلومه ديت حد قليل اللي يقول لك عليه، حد قليل اللي يقول لك عليه. مثلا عندي قص وزار جامد، فالحمام الوزار عامه ساعه ما بيجي يزق بيحلو، اما بياكل زغاليل ويكبر زغاليل بيحلو، بس في حمام ما بيقدرش يكمل الزغلول معاك، ما بيقدرش يكمل الزغلول معاك. ففي حاجه تانية برضو، انت ما بيقدرش يكمله فبيموت منك. هو الفرد بيحلو اما بياكل زغاليل، فرد الوزاره ما بياكل زغاليل فبيحلو، بيزيد حلاوه عن ما هو فيها، عن ما هو فيها. فهي النصيحه هتشيل زغلول صغير او هيموت منك لا قدر الله، تدي لي النتايه سنتي فلاجين بشري، ماشي، يومين ورا بعض او يوم على حسب ما انت ايه امكانياتك، بس هو يوم او يومين، ما تكترش عن كده، ما تكترش عن كده. تمام،
يبقى كده المعلومة يا رب تكون وصلت كويسة، وما تنسوش مني اللايك الجميل بتاعكم، تمام؟ لو ما كنتش مشترك اشترك بالقناة بتاعكم كل صوب درويش، واستنونا حلقات تانية جديدة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.